ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم، والمراد به الشام، لأن إبراهيم لما خرج من أرض العراق مضى إلى الشام وأقام به. فالمؤمنون اليوم هم خيار أهل الأرض، وأنتم يا أهلنا في الأرض المقدسة تعيشون في نعم عظيمة، فحافظوا عليها. إذا شكرتم إنعامه زادكم إكرامه، وإن كفرتم أحل بكم امتحانه وأنزل بكم هجرانه. كم يوم طلعت شمسه بأوج السعادة وغربت على خلاف الإرادة، ونحن اليوم وقد انتشر البلاء والعم، ولكن تذكروا أن بلاء كل واحد على قدر حاله ومقامه. فأصبحوا بلاء أقواهم بلاء، وقد منع المولى تبارك وتعالى رسولنا صلى الله عليه وسلم عن الشقاء حين اشتد عليه الكرب والبلاء، فخاطره بقوله: أصابتنا أعين الحساد ومناكدة الأبطار، وقد أصبحت جارية في كل بلاد، وقد شهد الوجوع بأن كل ذي نعمة محسور. ونحن لله أهل بيت المقدس يحيط فيهم الحاسد ويسلك فيهم المساعد ولا يعذر المساعد. عباد الله، الأعمال بالتوفيق، والتوفيق من الله، ومفتاحها الدعاء والتضرع. اللهم إنا نعوذ بك من درب الشقاء وسوء القضاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأسرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم انصر الحق وأظهر الصواب، وأبرم لهذه الأمة أمرا رشيدا تعز فيه وليا.
وضرب الله مثلا
فرجا فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلاة الجنازة على من أحضر من أموات المسلمين. يرحمكم الله. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. هيا الصلاة هيا الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. جمعنا وقصرنا لصلاة العصر إن شاء الله. الله أكبر. الله أكبر.